أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن؟ أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا نقضي ساعة مع هذه الأحداث. كيف وصلتنا؟ ما وصلتنا إلا من طريق كتاب الله، فالله حي قيوم موجود، هذا كتابه، وبواسطة من وصلتنا بواسطة نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فقولوا إذن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا نعبد إلا الله، ولا نمشي وراء أحد سوى رسول الله. كيف هذه الأحداث نعيشها الآن؟ كأننا والله شهود حاضرون. هذا فضل الله عز وجل ورحمته، هذا العلم الإلهي. قوله تعالى ولقد قال لهم هارون من قبل، عرفتم هارون أخو موسى شقيقه، وهو أكبر منه سنة أو سنتين، وهو نبي الله ورسوله، طلب له أخوه النبوة فنبأه الله ورسالة فأرسله الله كما علمتم. ما فعل هذا أحد مع أخيه أبدا في الكون إلا موسى مع هارون يسأل له النبوة والرسالة فكان نبيا ورسولا. ولقد قال لهم هارون من قبل، من قبل لما ذهب موسى إلى مناجاة ربه، وكان المفروض أن يمشي موسى مع بني إسرائيل 600,000 الكل إلى جبل الطور، ومنه يأخذون التوراة ومنها إلى فلسطين أرض القدس. لكن موسى عليه السلام استعجل لحب الله ورضاه، فاستخلف هارون في قومه وما شاء. فلما ذهب موسى وتأخر لقاء عودته حدث هذا الحدث الذي علمتم، وسببه
أن نساء بني إسرائيل وفيهن الجاهلات والضالات والعفريتات كما هو شأن النساء لا سيما اليهوديات. إذن فقلنا ما دمنا مسافرين خارجين من هذه البلاد ذاهبين إلى ديارنا، هيا نستعير من نساء الأقباط الحلي واللباس الجديد ونأخذه معنا لعلمهم أنهم على سفر. إذ استقلوا في مكان وجعلوا بيوتهم قبلة وعما قريب يخرج بهم موسى عليه السلام. فلما مشى موسى عليه السلام السامري قال كيف تأخذني يا نساء المؤمنات حلي القبطيات وتخرجن بهن وهذا لا يصح أبدا. ووافق هارون هذه الفكرة واتفقوا على أن يجمعوا الحلي وأن يحرقوه في حفرة من الأرض، وقال هارون اجعلوه في هذه الحفرة واتركوه. السامري استغلها لما ألقوا في الحفرة ذهب وفضة أشعل فيه النار فذاب، ثم عنده تلك الرمية والقبضة من التراب محتفظ بها كما سيأتي، فألقاها فكان الميت حيا فأصبح عجلا له خوار. فقوله تعالى ولقد قال لهم هارون من قبل ماذا قال؟ يا قوم إنما فتنتم به، أي بهذا العجل الذي عبدتموه. لما ظهر العجل وله صوت خوار كخوار البقر أكثرهم عبده. نعم فيه جماعة مؤمنة ثبتت لكن نسبتها نسبة قليلة، يقدرون ب20,000 مع 600,000. فماذا قال هارون؟ يا قوم إنما فتنتم به، أي امتحنكم الله واختبركم، هتبقوا على توحيدكم وعبادة ربكم أم تزل أقدامكم وتسقطوا في الهاوية وتعبدوا غير الله؟ وهذا امتحان من الله وفتنة. وإن ربكم الرحمن، ما هو هذا الصنم هذا العجل المصنوع من حديد أو ذهب وفضة؟ وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. اتبعوني فيما أنا عليه واسمعوا لي وأطيعوني فيما أمركم به وينهاكم عنه، لأني خليفة نبيكم ورسولكم. فأجابوا قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إذ السامري وإخوانه من الشياطين وما أكثرهم قالوا موسى ضل ربه، نسي أو ما عرف الطريق، هذا هو يشيرون إلى العجل، فهيا نعبده حتى يجي موسى يجدنا نعبده، هذا إلهكم وإله موسى فنسيه كما تقدم. موسى قال لهم لن، ماذا قال لهم؟ فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين عكوف العبادة حتى يرجع إلينا موسى. بما أجابهم هارون؟ قال يا هارون، أي موسى لما رجع، وهذه قصة فقط تتلى، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أي شيء منعك لما رأيتهم ضلوا وعبدوا العجل وانقلبوا عن عقيدة؟ تعال إلي اجري ورائي، كيف تسكت وترضى بذلك؟ وفي هذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يرضى بالخبث والباطل والشر والفساد. كان المفروض ما يبقى هارون معهم، لما ظلوا فسقوا يتركوهم ويخرج هو والمؤمنون ويلحقون بنبي الله موسى. يا هارون
ما منعك إذ رأيتهم ضلوا عن الطريق وعبدوا غير الله وعبدوا العجلة ما لك ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ وهذا هو عتاب موسى لأخيه. بما أجاب هارون؟ قال يا ابن أم يا ولد أمي يا أخي يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لأن موسى كما تعرفونه سريع الغضب وشديده، وبلغكم أنه لكم شابا فقتله. إذن أخذ باليمنى شعر الرأس وباليسرى اللحي ويجذبه، لما ما تلحق بي لما كذا في غضب. وحلم هارون وكيف لا؟ بما أجاب هارون؟ قال يا بني يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لماذا؟ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فظهرت العلة، خاف موسى هارون لو خرج مع المؤمنين وترك جل الأمة هناك يقول موسى كيف تفرق بين بني إسرائيل، تترك جماعة وتأتي بأخرى. ثانيا لو أعلنت الحرب عليهم وقاتلتهم لقلت كيف يقتل بعضكم بعضا، فكان هارون معذور أيضا، معذور في أن يبقى معهم وأن لا يقاتلهم وأن لا يكفرهم، لهذا العذر اعتذر. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا براسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي الذي أقوله لك. بما أجاب؟ قال موسى حينئذ للسامري، قال فما خطبك يا سامري؟ لما انتهى الكلام مع هارون والاعتذار وجه النداء إلى السامري، ما خطبك يا ما شأنك أنت؟ كيف صنعت هذا العجل وكيف عبدته وكيف دعوت الأمة إلى أن تعبده وعبده معك؟ ماذا قال السامري؟ واسمه موسى كما علمتم منسوب إلى قبيلة سامرة. قال بصرت بما لم يبصر به، أي رأيت ونظرت وعلمت ما لم يعلم به. كيف؟ فقبضت قبضة من أثار الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. يريد أن يقول لما خرجنا من مصر وجبريل عليه السلام يقودنا على فرسه وأنا أراه، كنت ألاحظ أنه إذا رفع الفرس حافره ينبت النبات، الأرض الميتة تحيا. فقلت إذا هذا التراب إذا ألقي على شيء ميت يحيا، فاحتفظت به. هذا الذي أبصرته وهم ما أبصروه، علمت وما علموا. فقبضت قبضة من أثر الرسول، والرسول هنا قطعا جبريل أرسله الله ليقودهم إلى البحر، لا يعرفون كيف يمشون، قائد لهم يقودهم. فنبذتها في الحفرة التي تجمع فيها الحلي وأصبح سيلان ذهب فضة، ألقيته فكان النبات فنبت العجل فصار حيا. إذن فنبثته وكذلك سولت لي نفسي، بهذا أمرت نفسي وحسنت لي وزينت لي، لكن الشيطان قبل نفسه، بل هذا من تزيين الشيطان. لكن وما يقول الشيطان؟ نفسي هي التي زينت لي هذا، ومن ثم صنعنا العجل وأصبحنا نعبده. هذا اعتذار السامري. بما أجاب موسى عليه السلام؟ قال أي موسى عليه السلام فاذهب فإن لك في الحياة طول حياتك أن تقول لا مساس. أصبح كجهاز كهربائي جسمه، كل من يمسه يلتهب،
فلا يقوى أحد على أن يمسه ولا يقوى هو على أن يمس أحد، لا مرأة ولا ولد ولا أخ ولا ولا إلا شارد في الطرقات والجبال والسهول. وقد عرفتم الكهرباء إذا مسها تلتئب. إذن ماذا قال موسى؟ فاذهب فإن لك في الحياة ماذا أن تقول لا مساس لا مساس لا مساس، لا تمسوني لا مسكم، كل ما يجي شخص يقرب منه لا 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 تمسني، ومن ثم من يآكله من يشاربه من يجلس معه من يستخدم لا أحد. وأخذ من هذه لطيفة أخرى، وهو أن الشخص إذا أعلن عن فسقه وفجوره وكفره يجب أن يعطى ما أعطي سامري، لا يقرب منه أحد، لا أم ولا أخت ولا عم ولا قال، حتى يهلك ذلك أو يتوب. هذا تعليم موسى وتأديبه. قال لا مساس بعد الآن طول حياتك، وبالفعل ما شاء طول حياته لا يقرب منه إنسان أبدا. الإنسان إذا قرب منه تأكله الكهرباء، وهو كذلك يزداد التهابا. فاذهب أنت، فاذهب فإن لك في الحياة طول حياته أن تقول لا مساس، هذا أولا في الدنيا، وإن لك موعدا لن تخلبه وهو يوم القيامة، العذاب الأبدي الذي لا ينتهي، فهو خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. في الدنيا الهجران الكامل، كل المخلوقات تهجره ولا يقرب منها طول حياته، وله موعد العذاب الأخروي في الدار الآخرة، وإن لك موعدا لن تخلفه، كيف يخلفه والله هو خالقه وموجده. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، انظر إلى رجلك الذي ظللت عاكفا عليه تعبده، ظلت وظللت بمعنى واحد، ظلت عليه عاكفا طول النهار إذ كانوا يعكفون حوله. لطيفة أخرى، هؤلاء الذين التفوا حول العجل ليسوا ساكتين خاضعين، بل يرقصون ويصفقون تبهتم. واتخذ هذا بعض الصوفية، فصارت الأذكار عندهم بهو والأصوات والتصفيق، أخذوها من هذه، كذا قال أهل التفسير، يجتمعون على ذكر الله فيتحول إلى ماذا؟ إلى رقص وإلى تمجيد وإلى وإلى. أسوى بهذه الفكرة الشيطانية السامرية. إذن وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه أنا ورجالي، لنحرقنه، وبالفعل أحرقوه ثم دمروه ضربوه كسروه حتى أصبح كالخشارة، ثم بعد ذلك ألقوه في البحر حتى ما يتبعه أحد، لو بقي لكان بقوا معه، لكن اقتضى الموقف أن يحرق هذا العجل ويفتت ويحكك حتى يبقى كالخشارة ويرمى في البحر ما يجتمع فيه شيء. إذن لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، لا ينسف إلا إذا كان كالنخالة والخشارة. ثم قال لهم أخيرا وختاما وانتهى الحديث في هذه القصة، إنما إلهكم الله، ما هو هذا العجل الذي صنعتموه؟ خالقكم ورازقكم ومعبودكم الحق الذي تجتمعون على عبادته وطاعته، ف
فيسعدكم ويكملكم الله الذي لا إله إلا هو. أعود فأقول هذه الجملة، اسمع: لا إله إلا الله. فهل هناك من ينقض هذه الجملة يقول يوجد إله مع الله؟ والله ما يوجد. هل هناك من ينقضها بأنه لا إله لا الله ولا غيره؟ والله ما يوجد. فهذه أعلنها على ملأ البشرية: لا إله إلا الله، قلهم واجتمعوا على نقضها بأنه لا وجود لله أو بأنه يوجد مع الله إلى آخر. والله ما يقدرون ولن يستطيعون. أولا، كيف ينفون وجود الله وهم موجودونه وهو خالقهم وتكلمون بألسنتهم التي خلقها؟ كيف يقالون ما هو موجود؟ ما إذا أمامك فيها الطعام وألوانه تقول لا، لا وجود لخالقها وموجدها؟ من يصدقك؟ كاس فيه ما فقط، ما تستطيع تنفي تقول لم يضع هذا الماء أحد في الخلق، مستحيل. فكيف بهذه العوالم كلها ومنها أنت وتقول لا الله غير موجود؟ هذه فكرة الملاحدة الشيوعية اليهودية، ولما يقبلها ذو عقل باللسان والحيوان. ثانيا، التعدد. أين الآلهة التي تعبد مع الله؟ صنعوا كوكب مع الكواكب مع الله، أوجدوا العالم مع الله، يحيون ويميتون مع الله، يعطون ويمنعون من لا أحد. كيف إذن يصح أن يقال فيهم آلهة سواء كان عيسى ولا مريم ولا فلان ولا فلان؟ مستحيل أن يكون هناك إله مع الله، والله وحده خالق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء وإليه مصير كل شيء. فهذا موسى عليه السلام واجه السامري وتلك الجماعة الأمة التي تكالبت على الباطل لجهلها، فقال لهم: إنما إلهكم الله، ما هو العجل ولا غيره، هو الذي لا إله، أي لا معبود بحق يستحق أن يعبد إلا هو فقط. مرة ثانية أكرر القول: لما تقول إني مريض يصدقك من يصدقك ويكذبك، إن قلت والله هذه المدينة النبوية يقبل كلامك ولا يقبل كذا ولا، قد ينقض. لكن جملة لا إله إلا الله ما تنقض، لأن نقضها يكون بأحد أمرين: أولا بأن لا يكون الله موجود، وهذا لا يقوله ذو عقل أبدا. كيف لا يكون الله موجود كائنا هو الخالق الرازق المدبر؟ كيف وجدت هذه الحياة؟ مستحيل أن لا يكون الله موجودا. فلهذا البشرية منذ آدم إلى منذ 1100 سنة أو 170 قبل ما يوجد المذهب الشيوعي، ما كان في البشر من ينفي وجود الله أبدا، لا عرب ولا عجم. كيف ينفي وجود الله وهو موجود؟ الله موجدك وهو موجدك. فاليهود عليهم لعنة الله مرة أخرى، فأرادوا أن يهبطوا بالبشرية، فاخترعوا فكرة لا إله والحياة مادة الطبيعة، وتورطت البشرية وخاصة النصارى والعياذ بالله، لأن دينهم فاسد وعقيدهم باطلة، فهبطوا إلى الحضيض وسادت هذه الفكرة. ولما انكشفت عورة الشيوعية جاءوا بالعلمانية، حلت محل البلشفية. أما الاشتراكية فهي مجرد تلطيف للفكرة فقط لتقبل، وقبلها العرب وأعلنوا الاشتراكية في بلادهم، وكانوا يقولون اشتراكيتنا نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها، بأذان نسمع إذاعة صوت العرب. ولكن ذهبت الاشتراكية، جاءت العلمانية. ما العلمانية؟ كل شيء بالعلم، لا صلاة ولا صيام ولا العلم، هكذا يفعلون.
ألا لعنة الله عليه. فهذا موسى عليه السلام يقرر إنما إلهكم يا بني إسرائيل الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، علم بكل شيء وأحاط علمه بكل شيء وقدر على كل شيء، وهو الحكيم في تصرفاته في إيجاده وإعدامه، إذ كلها أي كل حياة حكمة. هذا هو الله. فأبطل عبادة العجل ومشوا في الصحراء، ولما أعلمهم أن البلاد فيها دولة وفيها رجال يمنعوننا من الدخول لابد من الحرب، جابوا نوح قالوا اذهب أنت ربك فقاتلا إن هاؤنا قاعدون. فامتحنهم الله، ضربهم ضربا 40 سنة يتيهون في تلك الصحراء، صحر سيناء، ليل نهارا 40 سنة، حتى مات موسى وهارون فيها، وقبر موسى إلى الآن رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج موجود. ولما نبتت نابتة ساطقة وذهب ذاك الجيل الحابط وقادهم يوشع بن نون، ففتح فلسطين من يد العمالقة وأقام الدولة الإسلامية. أظن الهدايات تكفي. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا، معصية الرسول تؤدي إلى فتنة العاصي في دينه ودنياه. هذه والله العظيم إن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتعمدها العبد ويعصي الرسول لا يؤدي ذلك به إلى الخسران. لما عصوا ماذا نتج؟ ثانيا، جواز العذل والعتاب للحبيب عند تقصيره فيما عهد به إليه. جواز العتاب والعدل والتأدب مع الحبيب إذا قصر، إذا فرط، إذا ما أكمل الشيء، يجوز أن تعاتبه وأن تؤدبه. موسى ما أخذ أخاه بلحيته ورأسه، لحية موسى فيها شعر ولا ما فيها شعر؟ كيف يأخذ لولا أن فيها شعر؟ فلهذا يا معشر المستمعين لا بد من اللحية، أغيظوا العدو، اهزموه اهزموه. لو يصبح المسلمون في 40 يوم كنوا بلحاهم، ماذا أقول؟ تصاب المسيحية والصليبية واليهودية بمصيبة ما عند الحد، كيف نخرج من هذه الفتنة؟ تبهتم؟ والذي نقول هنا وقد لا تسمعونه، هذه البرانيط التي توزعونها على أبنائكم، بالله الذي لا إله غيره لمن صنيع اليهود الماسونيين، من أجل أن نصبح شبيها لهم في حياتنا. واليوم حدثني أحد الإخوان كل بضاعة استورد معها هذه البرانيط، ما استطاعوا أن يكفرون بالسلاح والحرب، عجزوا بأنوار الكمال والقرآن. إذن يحتالون كيف يمسخوننا؟ الآن بناتكم نشاهد البنيط على رؤوسهم، ما ندري كيف هذه الأمة، هذه كيف هذا الهبوط؟ أتحدى ما هي النتيجة، ما هي الثمرة، ما هي الفائدة التي نكتسبها لما نلبس أولادنا برانيط كاليهود والنصارى؟ قولوا ماذا، فكروا، لنعز، لنسود، لنغنى، لنصبح كذا؟ سألوا ماذا يحدث، والله لا شيء، فقط نغضب الله ورسوله ونتهيأ لضربة الله عز وجل، لأن اليهود يعرفون هذا، إذا فسقنا وفجرنا نزلت بنا نقمة ربنا كما نزلت في الماضي، كيف استعمرنا واستغللنا بعدما فسقونا وفجرونا وكفرونا وأشركونا وأصبحنا أمة هابطة، استغلونا وحكمونا من أندونيسيا إلى موريتانيا. كيف وصلوا إلى ذلك؟ أولا بالتمهيد، وهذا أصبحت أمة الإسلام كأنها أمة الجاهل،
يعبدون القبور والأصنام والحجارة، فهم الآن يعملون. لما ما نتعاون يا معاشر المؤمنين؟ ينصح كل مؤمن لأخيه، ما يجوز هذا تلبس ولدك هذه. لو فرضنا أن الحاكم قال لا بد وأن تلبسوها، نقول والله ما نلبسها وإلا نموت أو نهاجر. ولكن الحمد لله حاكمنا يريد أن لا نلبسها فقط، ما يريد أن يزعجنا أو يقلقنا، فنعرف هذا نحن. لما نسكت هذا السكوت؟ تجد الرجل مع ولد والبنيط على رأسه في باب المسجد، لا يصح لا في باب المسجد ولا في المرحاض، ما يصح في بلاد الإسلام أبدا. إخواننا المسلمون في أوروبا ما يلبسون البرانيط وهم معايشون لهم يعيشون معهم، أليس كذلك؟ هات. يقول المؤلف غفر الله لنا وله لوالدينا أجمعين عند قوله تعالى أفعصيت أمري، قال أمره هو قوله له عند مغادرة بني إسرائيل إلى جبل الطور أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما أقام معهم ولم يبالغ في منعهم والإنكار عليهم نسبه إلى عصيانه ومخالفة أمره. وهذا دليل على واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغييره ومفارقة أهله. هذه الحقيقة التي ينبغي أن لا تغيب عن أذهان كل مؤمن، يجب أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. انظر لما ما أمر هارون بالمعروف ونهى عن المنكر ماذا حصل؟ انقلبت الأمة إلى شركيات وإلى لا؟ فلهذا إذا رأيت معروفا متروكا مر صاحبه الذي تركه، أبدأ بزوجتك وأمك وأخيك ثم بجارك ثم بمن تلقاه في طريقك بالحكمة والكلمة الحسنة، لأنك تأمر بالمعروف ما أنت سلطان. وإذا رأينا منكرا مرتكبا كهذه البرانيط وهذه الأباطيل والترهات كذلك يجب أن ننكر ذلك، قل ما يجوز هذا، نحن مسلمون لا يحل هذا أبدا، كيف نرضى بهذا في مدينتنا وبين إخواننا؟ قال وفي هذا دليل على واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغييره ومفارقة أهله، وأن المقيم بينهم لا سيما إذا كان راضيا حكمه كحكمهم. وفي هذه الآية دليل على بدعة الصوفية، بدعة الرقص والتواجد، وأنها موروثة عن هؤلاء السامريين عبدة العجل والعياذ بالله تعالى. الحمد لله انتهت الآن هذه ألوان التصوف وانتشر العلم في العالم الإسلامي بوسائط كثيرة، وإلا كانوا يجتمعون الرقص والهيجان ذكرت لكم قصة في باريس، جماعة من هذا النوع يجتمعون في الليل على المدائح والأذكار ثم يهيجون بالصياح وكذا. جاء فرنسي لهم تعجب، ما هذا الذي حدث؟ راح جاب الشرطة قال هذا الهيجان. قالوا له نحن هذه عبادة، ما نظلم أحد ولا نفسد حال أحد، هذا فيما بيننا. قال ما نرضى بأن يكون هذا، تقلقون الجيران في بيوتهم من الليلة ما نسمع بهذا الصوت أبدا. قال الأخ ما زال الحمد لله قل تواجد هذا والصياح. قال ومن هداية الآيات أيضا جواز الاعتذار لمن اتهم بالتقصير وإن كان محقا. جواز الاعتذار لمن اتهم بالتقصير. جواز الاعتذار، يجوز للمؤمن أن يعتذر إذا اتهم بأنه قصر في شيء وما أكمله أو ما أداه، يعتذر كما اعتذر هارون وإلا لا اعتذر. رابعا قد يخطئ المجتهد في اجتهاده وقد يصيب. المجتهد أيضا قد يخطئ في اجتهاده وقد يصيب. اجتهد هارون وإلا لا؟ اجتهد لأنه قال لو خرجت عنه وأخذت المؤمنين لقال موسى فرقت بين بني إسرائيل، لو أعلنا الحرب عليهم وكفرناهم وكذا كنا نتقاتل. اجتهد ما أصاب.
ومن هداية الآيات مشروعية الاستنطاق للمتهم والاستجواب له. مشروعية الاستنطاق والاستجواب للمتهم. قال فما خطبك يا سامي؟ استنطق واستجوبه فأجاب عما عنده. نعم. ثانيا ما سولت النفس لأحد ولا زينت له شيئا إلا تورط فيه إن هو عمل بما سولته له. ما زينت النفس للإنسان شيئا ولا حسنت له شيء ولا أمرت به إلا ووقع في الورطة، لأن النفس أمارة بالسوء، فلهذا ما نسمع ما تقوله النفس، نسمع ما يقوله الله والرسول، أو على الأقل ما يقوله العقل. أما النفس لها هوى وتزين الباطل، من تبع هواه هالك. ثالثا قد يجمع الله تعالى للعبد ذي الذنب العظيم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. نعم، قد يجمع الله للعبد بين عذاب الدنيا والآخرة. من أين أخذنا هذا؟ السامري. أي عذاب أكثر أن يعيش هاربا لا يتصل به أحد ولا يمسه أحد، لا يواكل ولا يشارب ولا يعمل أبدا حتى مات لا ندري كم سنة، وعذاب الآخرة. فكم يعذب الله العبد في الدنيا ويعذبه في الآخرة، يجمع له بين العذابين إذا كان ظلمه وكفره وفسقه أعظم. رابعا مشروعية هجران المبتدع ونفيه وطرده، فلا يسمح لأحد بالاتصال به والقرب منه. كما قدمنا ينبغي أن نهجر من ابتدع بدعة أو أعلن عن كفره أو علمانيته أو باطله، يجب أن يهجر كما هجر السامري، ولا يقرب منه قريب ولا بعيد، حتى أمه تقول اخرج من البيت. لو فعلنا هذا ما بقي فساد في القرية ولا في المدينة، لكن نرضى ونسكت هذا السبب الذي ينشر الباطل والشر والفساد. وإلى الهجران واجب، فالقرية شخص فسق خرج عنها به ارتكب كذا، أهل القرية ما يكلمونه ولا يتكلمون معه ولا يتعاملون معه، والله إما أن يتوب ويرحل. خامسا وأخيرا كسر الأصنام والأوثان والصور وآلات اللهو والباطل الصارفة عن عبادة الله تعالى. الدليل على هذا أن موسى أمر بإحراق العجل وإلا لا، ونسفه. من هنا يجوز أيضا كسر الصلبان، كسر الصور، كسر الآلات الباطلة وعدم البقاء عليها في بيوتنا. وصلى الله على نبينا محمد.